اصل لو رقمنا شكل شيء بكتيريا بكتيريا عشان يجيب رقم من ديبوزيشن يعني البكتيريا بتبقى البرازيت شيل نفذ على البرازيت عشان يكون لكم كملوا البكتيريا ابغى اكتينومايسيس ولا اكتينومايكوزيس تمام هنحاول نقرا دراسين دراسه كثير بعدين نشوف الباقي نحن نقدر نجيبهم من الكلام شو سوزومياسيس شيستوزومياسيس تمام شيستوزومياسيس بعضه سكيستوزومياسيس زي سكيزوفرينيا بعضه كله شيزوفرينيا بعضه كله سكيزوفرينيا نفس الفكرة نفس الكتابة شيستوزومياسيس أو شيستوزومياسيس ها لبيلار زيزيس اسم التجاري هو بيلار زيزيس ما بيلار زيزيس قصتها يعني قصة خاصة في دول حوض النيل أنه كانت البلهارسية وما زالت اندمي هناك عندنا احنا صراحة البلهارسية مش كثيرة أوي بس موجودة يعني مش نوع ده not uncommon not uncommon معناته موجودة لما تسمع كلمة not uncommon معناته موجودة أوكي الترجمة حقها ها؟ أيوة فالبلهارسية في بلاد النيل طبعا كانوا بيصابوا كل المصريين تقريبا فيها يعني سمعت وصمة مصري في بلهارسية كده لدرجة إنه اعتبروها علامة من علامات البلوغ ها؟ يعني اللي بيجي له دم يصبح أصبح بالغ خاصة بالله فالمرة عندها الدورة الرجل لما يجيب بول دم أو يجيب من مثلا بواسير عنده دم ده يعتبر من علامة البلوغ كانوا الناس كلهم بيجيبوا دم طبعا ده كلام فاضي يعني ها؟ طيب السيزوما كرونيك بارازيتيك ديزيز كوزد باي شيستوزوما سبيشيز في معانا ثلاثة أنواع من الشيستوزوما كوروني أول واحدة شيستوزوما منسوناي اثنين شيستوزوما هيماتوبيوم ثلاثة شيستوزوما جابونيكوم ما عندي بتاع اليابانيين دي سوزوما منصوراي هي المسؤولة عن إصابة الجهاز الهضمي يبقى انتستاينال شيزوزومياسيس جاي اسمع يا شباب 90% of intestinal شيزوزومياسيس مسؤولة عن 10% of urinary شيزوزومياسيس يعني ممكن 10% الناس اللي عندهم urinary بلهارسيزيس سبب من الأسباب سوزوما منصوراي أوكي نوع ثاني سوزوما هيماتوبيوم مسؤولة عن 90% of urinary bilharziasis و 10% of intestinal bilharziasis أوكي السوزوما جابوري كم دي بتعمل intestinal سوزومياسيس أو bilharziasis لكن بتصيب اكثر من السبورت انتستين بتصيب اكثر من يا شباب السمول انتستين موجوده في اليابان تمام؟ طيب اللايف سايكل بتعرف البويضات بالهرسيا سواء المنصوراي او الميتوبيا جواها الاكتف ميراسيديا تمام؟ تنزل في الميه البويضة يخرج منها مين؟ هاتش تفخس تدي لك مين يا شباب؟ السيليت الميراسيديا يخرج يعوم بيلقى السنين سنين زمقطط اهو اوكي ماشي تمام بيدخل داخله ويبدا يتكاثر لالاف السلكانية بتتغذى على الزمرد نفسه ده السيركاليا دي في النهايه يموت يبقى لك القوقعه ده بتشوف القوقعه بس وهنا ايش يخرج منه باي فوركيت سيركاليا السيركاليا بتيجي شكلها كده في معها ديل ابو شوكه كده ابو رجلين اهو تمام دي السيركاليا اوكي دي الانفكتيف ستيج
سيركانيا. كيف ضدعوا؟ بعد 48 ساعة إذا ما رقدش واحد تدخل فيه وتموت. بدأت تقع الدورة. أوكي؟ هذا واحد يعوم يسبح. تمام؟ بتبدأ تدخل فيه أول ما يطرأ. مثلا نقول هي السركانيا أهي. السركانيا ما بتهاجمكش أو ما بتدخلش وأنت داخل المية. أول ما تطرأ تقف. هنا بتبدأ تدخل. لكن انت داخل الميه ما بتدخلش. طيب دي نقطة الميه اهي ووتر دروب نقطة صغيرة جوا السكاية فبتعمل رجليها زي القوس هتلاقي الحق اهو كل ما تنقص القطرة مع التبخر كل ما نقص الحق مع الصيز اهي بتجد ايش تفرح كتير وكتير كده زي اللبنة ها؟ طبعا بتسيب ريزيمين انزايمز عشان تحلل الجلد تحط له طري وبعد كده كل ما زجره خلاص على الاخر تروح ايش متزحلقه وداخل الراس بتاعها وتعالج لك قد ايه؟ بره اوكي؟ يبقى اصبحت معنا شيست زميول لذلك بقول لك لما تعوم تطلع تتنشف على طول ما تقدرش تخليك تبخر بالشمس كده لسه على طول بالمنشفه هنا ما تديهاش فرصه ان ايه؟ ان تدخل اوكي؟ طيب بتمشي بقى في الليمفاتكس في الاوعيه الليمفاويه الليمفاتكس لا فين بتصل في النهايه؟ ها؟ فين ضمن دخلها من الرجل لا فين بتصل؟ انجوين الليمف نود من الانجوين الليمف نود هتعدي صغيره بتعدي ما فيش حد يقدر يمسكها اوكي؟ ما بيعدي هتروح للالاني في النهايه هنا الليمفاتيك دكت تصب في الدوره الدمويه بتروح بعد كده للالاني تمام بس الكره العادية فين يا شباب؟ للالاني يعني عن طريق القلب الفينوس بلاد والفينوس وزعه بعد كده بترجع للجهه الثانيه من القلب بعد كده القلب وزعه بمعرفته بقى ها؟ اللي هتروح الدمام اللي هتروح القولون اللي هتروح الكبد وهكذا تمام؟ طيب كل سيركاليا اللي هتروح الاماكن دي هتموت اللي راحت المخ واللي راحت الجلد واللي راحت واللي راحت كلها هتموت فمن اللي هيعيش؟ لو من النوع المانسوماي هيعيش لما يوصل الانتستين المكان حقه الطبيعي الانتستين اوكي؟ يبقى هيروح لهنا للانتستين الكولون فصل ليفت كولون يبقى دي لو منصوم معي طيب لو هيماتوبيم لو هيماتوبيم هتروح لليورينري بلاد يورينري ايه؟ بلاد ترايجو يبقى على حسب النوع لو منصوم معي هتروح لهنا ولو هيماتوبيام هيعيش اللي هنا، اوكي؟ هتروح لهنا. بقية الجسم هيموت. بعد كده بيحصل لها ماتوريشن. وصلنا يا شباب؟ ماتوريشن يبقى من زميول إلى دودة كاملة. إلى دودة إيه؟ كاملة. في هنا نظريتين. النظرية أيش عندكم بالنسبة للبلهارسيا الآن؟ آخر كلام. هل بيحصل لها ماتوريشن هنا ولا بس تروح للوريد البابي؟ ايش اخذتنا ولا ما اخذتناش؟ على اساس انه لان وصلت للمكان اللي بتسوي فيه الانفكشن يس خلاص هناك ممكن تعيش وتتكاثر تمام حلو يعني اذا النظريه هذو انا وانا مع النظريه دي اما حكيت انها تروح للوريد البابي وبعدين حترجع عكس الدوره الدمويه هذا كلام ايش؟ مش حلو اوكي اعتقد مكتوب عندكم الاثنين الميكانيزم صح؟ تو ميكانيزم تقريبا ايوه انه كان بيحصل بتوصل لهنا وبعد كده بتروح عن طريق الورد البابي للكبد تحصل لها ماتوريشن ها دودة ذكر وانثى بعد كده يحصل تزاوج يرجعوا مع بعض متزوجين لهنا بعد ما يعملوا بالفندق اللي هو الكبد تمام يعني مش عارف انا صراحه ليه قالوا القصه دي لكن هو منطقي لما وصلت للمكان خلاص هتبدا يحصل لها ماتوريشن يتزوجوا هناك بقى ما يحتاجش فندق يعني ماشي
خلاص حصل ماتيوريشن قمت اهي والبنكر هنا اهو غير حطه كده كده اصبح ماتيور فورم يبدا عمليه العيش تزود تقريبا بعد اسبوعين او بعد شهر من الانفكشن بيبدا ديبوزيشن اوف اكس يبدا بقى عيش نتيجه التزود بقى تبدا الدوده دي تحط لك الاكس في الموكوزا اوف جي اي تي او في الموكوزا بتاع ترايجون على حسب هل هي ميوسوناي او ايش يا شباب او هيماتوجين تمام بعد كده البويضات دي اللي حصلها ديبوزيشن بعضها بيخرج مع البراز عشان يكمل لنا مين الدوره من جديد اوكي وهكذا يبقى دي اللايف سايكل اللايف ايه؟ اللايف سايكل الدودة دي بتبيض 200 بويضة في 24 ساعة في اليوم الواحد تفضل عايشة 25 سنة الدودة دي تخيل بقى كم بيض بقى 200 وذرين في 25 سنة أو في 12 شهر 25 سنة هيبين لك كم يعني آلاف البويضات أوكي؟ طيب يبقى دي اللايف سايكل اللايف إيه؟ الباثولوجي الباثولوجي بتاع سيزوما انفكشن بقسمه لأربع ستيج أربع مراحل أول مرحلة لما تدخل من السيزميول للألرجي لتايب 1 هايبر إيه سيزيف يبقى نمبر 1 هذا أفتر انفكشن على طول بيطلع كده شوية يجلس الشمس دخلت السركاريا يبدا ايه؟ يهرش يبقى تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن او بسميها سويمر اتش سويمر اتشنج الحكيك بعد الحوام اوكي؟ هذا عباره عن تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي ايه؟ ريأكشن هذا عباره عن ريأكشن للانزيم بتاع الزميول ما؟ اثنين بارازايت بيوصل لللاين ويبدا طبعا لما توصل باللاين برضه هايبر سيتي تايم 1 رياكشن يبقى تايم 1 هايبر سيتي رياكشن هيبان في هتخليهم مع بعض نمبر 1 سويمر اتش اثنين كله نتيجه مين يا شباب؟ الزميول اول ما توصل اللاين هيبدا يشتكي بكف وارتفاع شويه في درجه الحراره انت لما تعمل رياكشن كانه عنده نمونيا كانه عنده شباب نمونيا يبدا يزعل شويه حمى وضيق في النفس ديسنيا تمام تعمل له تعمل له صوره دم الايزوفيلس حقه مالها مرتفعه دي بسميها ايه؟ لوفلرز نمونيا لوفلرز نمونيا او بارازيتك نمونيا لوفلرز نمونيا يبقى ايه سبب من الاثنين دول؟ الشيزوميول اللي هو تايب 1 هايبر سيتي ايه؟ رياكشن اوكي؟ يوم يومين كده ثلاث ايام بالكثير يخف خلاص الامور زي الفل خلاص راح ده كله تمام؟ وراحت النمونيا وخلاص كده الاصابه بعد شهر من الاصابه انا بقول لكم انا لما يحصل طبعا بتيجي اول حاجه يحصل لها ماتيوريشن السيزوميول دي يحصل لها يا شباب عشان يحصل لها ماتيوريشن بتبدا ايه محتاجه لايه؟ لدم تتغذى على مين يا شباب؟ على الدم ايوه يبقى الدوده نفسها يبقى دي السيزوميول اول حاجه ده عن طريق السيزوميول بعد كده الادلتور الادلتور مش هتيم الادلتور ما فيش جص ما هتعمل يعني حتى مش انيميا مش ملحوظه يعني انيميا بسيطه نتيجة انها بتاخد الدم ده عشان تكبر عشان تصبح دودة. صح ولا مش صح؟ يبقى دي احتفال لك هنا شنو؟ ماين انيميا. عاد ما نزفش هنا ولا نزف ولا حاجة. بس مجرد انه الزميول بتكبر بتعمل ديدان كبيرة، ديدان ايه؟ ديدان كبيرة. تمام؟ يبقى لحد الآن ما فيش أي تأثير للدودة الكبيرة البالغة، ما فيش منها مشكلة. أوكي؟
قلنا بعد شهر الاصابه قد في الايدان قد زاروا جاي هيبدا وضع من الاكس هيبدا وضع الاكس ثلاثه مش ثلاثه مش هو الاكس انا دور الاكس يبقى باثولوجي كنا بنقسمه لواحد اول حاجه تايب 1 هايبرستير رياكشن ده بيكون سبقوس زيميول تمام اثنين بيبدا الاكس اي دي بوزيشن اي دي بوزيشن لما يحصل اي دي بوزيشن طبعا ده انتيجين غريب بالنسبه للجسم صح ولا مش صح؟ يبقى البويضه ده انتيجين جديد هيحصل انا ضرب من جديد تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن يبقى هيحدث من جديد تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن بس هنا المين يا شباب هنا؟ للاكس هنا المين؟ للاكس في المنطقه دي طيب اثنين هيتحول بقى من تايب 1 هايبر سنسيتيف رياكشن الى تايب 4 هايبر سنسيتيف رياكشن تايب 4 هايبر سنسيتيف رياكشن وتكوين الجرانيولوما هون يا شباب اللي بالهارزيا جرانيولوما بالهارزيا جرانيولوما طبعا اول ما ينزل الاكس دي هايبر سنسيتيف رياكشن هترتفع الحراره ارتفاع الحراره ايزينوفيلز هترتفع البويضات بعدها هينشفت هيروح للكبد الكبد هيتضخم شويه انفلاميشن بالتايب 1 هيبقى في ايه؟ رياكشن تمام؟ السبلين لانه مكان تفاعل حق الايميونيتي هيكبر شويه تمام؟ يبقى دول هيعملوا الاثنين مع بعض اهو فيفر يوزينوفيلز يوزينوفيليا هيباتوميجالي سبلينو ايه؟ سبلينو ميجالي ده دي ديبوزيشن اوف ايش؟ اوف اكس هما ضخم كبد ضخم طحال يوجعوا طبعا الكبد كانه كنت بطايتس اوكي؟ طيب واحيانا بليدنج قد بديت البويضات بقوها تخرج لها فين؟ لبرا يبقى الاكس يا اما هترجع تشفط بالبورتال للكبد يا اما هتنزل عن طريق الموكوزا تنزل لها فين؟ لبرا مع البريستالسس كده بعض البويضة زرقي قفز عن الموكوزا سيبك من حكايه شوكه سيبك من حكايه شوكه اللي تخرج ولا ما تخرجش هي لزيتها كده خرجت اوكي ماشي يبقى الان موجود في الموكوزا بيض كثير فاثناء البريستالسس اوكي ديفيكيشن مثلا بعض البويضات مالها خرجت فبالتالي بيحصل ايه يا شباب؟ بليدنج، لو يتقال بيس استغرب كده حاجة بسيطة. بليدنج. يبقى ده هيكون المريض ده مصاب بسندروم. اللي هي أكيوت سيستوزومياسيس. أكيوت إيه؟ سيستوزومياسيس. بسميه كاتاياما سندروم. كاتاياما سندروم. يبقى ده هنا زائد أو ناقص بليدنج. تمام؟ إيش ده يسموه يا شباب؟ كاتاياما سندروم بالكتايما سندروم نتيجة الفيرست ديبوزيشن اوف اكس تايب 1 هايبر ستيري اكشن اساسا تمام ايوه يلحقوا تايب 4 لانه هيطول مش بيوم ليله هيخلص هيجلس شهر احيانا او شهرين ايش بيشتكيه هما؟ الزينوفيليا ليباتروميجالي سبلينوميجالي زائد او ناقص ايش بليدنج سواء من المثانه او من البراز بس ياثر مع مين؟ مع البراز اكثر لانه عشان الكبد ليباتروميجالي ده سندروم بسميه كاتاياما ايه؟ كاتاياما سندروم في الاساس تايب 1 هيبر ستي رياكشن وانما برضه بيلحقوا تايب 4 هيبر ستي رياكشن تمام؟ بعد فترة الكرونيك ستيج كرونيك ايه؟ ستيج رقم ثلاثة اللي هو بالهارزيا جرانيولوما بالهارزيا ايه؟ جرانيولوما خلاص
الزينوفيلز بدات تنقص شويه، مش نورمال، راح ما زالت مرتفعه بس مش بالارتفاع اللي كان اول. اوكي، الحراره الحمى معيش موجوده، تمام، واصبح مجرد جرانيولوماتس ريأكشن. جرانيولوماتس ايه؟ ريأكشن. جرانيولوما، جرانيولوما دي عباره عن بويضه في النص، بويضه في النص حواليها انفيريويد سيلز مع جاينت سيلز اوف لانج هانز تايب اور فورين بادي تايب، تمام، مع ليمفوسايتس، مع بلازما سيلز، مع ايزينوفيلز، وهنا فايبروبلاست في الاخر. بالملازيا الجرانيولوما عباره عن بويضه في النص حواليها انفلاماتوري ريأكشن، مكون من ابيثيليويد سيلز، ليمفوسايتس، بلازما سيلز، ايزينوفيلز، تمام، اند سراوندد باي فايبروبلاست. يبقى دي بالهارزيا الجرانيولوما. بالهارزيا ليه؟ جرانيولوما. في شريحه جايه هجيبها لكم في العمل. حلوه قوي. في حتى دوده، حتى فيها دوده مكتوبه. اوكي؟ يبقى الان الباثولوجي بتاع البلهارسيا الان اساسا نتيجه البلهارسيا ايه؟ نيوتايب 4 هايبر سيتي ريأكشن. ده اللي هيستمر معانا بقى. كتامة ده مرحله. الحقيقة والتحقق النمونيا ده مرحله. بس اللي هيكمل معانا مين يا شباب؟ بلهارسيا الجرانيولوما. يبقى اساس الباثولوجي اللي بتعمله البلهارسيا هو نتيجه الاكس. نتيجه ايش يا شباب؟ الاكس. تمام؟ تعالوا نبدا نتكلم اول حاجه بقى كده كلنا انت مع الباثولوجي ده الميكانيزم الباثوجينيسيس. تعالوا نتكلم مع الباثولوجي اكثر تفصيلا، بس ما زالت الدكتور الباثولوجي تجيب الكلام ده كله. فهمتم؟ يبقى اول حاجه هنا نتكلم باثوجينيسيس عشان ايش؟ باثوجينيسيس. نتكلم اول حاجه عن الباثوجينيسيس اللي ده. بعد كده نتكلم بقى الباثولوجي بي او اثنين باثولوجي. الباثولوجي كيف شبه؟ باثولوجي ايه؟ نمبر 1 هيباتو انتستاينال شيستوزومياسيس. عندنا نتكلم عن بالهرسيا ايه؟ القولون او الجهاز الهضمي او الجهاز ايش؟ الهضمي. طبعا السايت الليفت كولون مور ذان رايت كولون. يبقى في الاساس مين بتاخد يا شباب؟ يبقى ميلي ليفت كولون. يعني اللي هم ايش يا شباب؟ الريكتال والسيجمويد والديسيندي في الاساس. بس ممكن برضه تصب ترانسفيرت وتصب السيكم. بس اكثر حاجه في الليفت ايه؟ كولون. في الليفت ايه؟ كولون. يبقى هتاخد الريكتال. قال لهم مهم الكلام ده يا شباب. ليش؟ عشان التشخيص. لما اجي اخد عينه ما يحتاجش ان انا ادخل له ادور الكولون كله عشان اخد عينه عن بلارسيا. يس انا ادخل للريكتال اهو. ريكتال سنيم. ريكتال ايه؟ سنيم. اوكي؟ يبقى اذا الليفت كولون في الاساس. يبقى هنبدا في الانتستاينال بلارسيس قبل ما ننتقل للليفر. انتستاينال ايه؟ بلارسيس. انتستاينال بلارسيس او كولونيك يعني مقصود به الكولون. الكولون طبعا في الجابونيكا هياخد اللي اسمه الانتستين في الجابونيكا بس مش هنتكلم عنه. ايش بيعمل؟ الان البلهارسيا وصلت في الموكوزا بتاع اللارج انتستين اللي هي الكولون. هتبدا وضع البيض. هيكون جرانيولوما. هيكون يا شباب؟ جرانيولوما. ايش هدف الجرانيولوما؟ انها تموت البيضه دي. لانه الميراسيديم كل ما هو موجود عايش يتنفس ويتحرك ويتغذي داخل البيضه بيفرز انتيجينز. ميدياتورز كيف كان ميدياتورز؟ يبقى الانفلاماتوري ريأكشن شغال. لما تموته يبقى الانفلاماتوري ريأكشن سبسايدز يخف. يتحول جرانيولوما من انفلاماتوري سيلز الى فايبرس ايه؟ فايبرس تيشو. يبقى الهدف من الجلوب تيشو ان احنا بنقضي على مين؟ على بويضه البلارسيا. لانه في حاجه عايشه عمال بتعمل ميتابولايتس. ميتابولايتس بتعمل اتراكشن كيموتاكسيس للانفلاماتوري سيلز. الانفلاميشن شغال. اوكي؟ طيب فاول حاجه لو جيت اشوف الكولون، لو جيت اشوف الكولون بالمنظار هشوف تحت الموكوزا كده نقط صفراء او نقط جرين يلو
اللي مكان البويضات اللي الجرانيولوماز زي تحت لي. يبقى شوف جرانيولوماز كده زي الرمل تحت المكوز بالمنظار. يبقى لو شفت البولون اهو البولون اهو جرانيولوماز ايوه ده الجرانيولوماز. دي طبعا بويضه حواليها انفلاماتوري ايه رياكشن. يبقى اول باثولوجي هشوفه نمبر 1 بالهازيان جرانيولوما. بالهازيان جرانيولوما على هيئه ايش؟ على هيئه ساندي باتشز. ساندي باتشز لازم جرانيولوما. انا مش فاهم حتى عادي انه نقط عادي، لكن ساندي باتشز دي مرحله متطوره اكثر. قد في جرانيولوماز كتير وفي فايبروزس كتير لدرجة إنه التروية الدموية للموكوزا ما عايش كتير. ما عندي كده الفايبروزس فأصبحت الموكوزا تن مع الفايبرس شو جريش وايت. تمام؟ الموكوزا دي اللي تن جريش وايت وتحتها النقط دي بسميها ساندي باتشز. يعني أصبح كده باتش فيها جرانيولوما، باتشز تانية فيها كده، هنا مجموعة كده وفيها جزء قد كده في مناطق محددة زيادة عن اللزوم. تجمعات ها؟ مش مجرد سكتات جرانيولوما لا. قد في تجمعات كأنك بتشوف رمل تحت زجاج. ها؟ لما تحط كده الزجاج على الرمل بالضبط نفس المنظر بسميها ساندي باتشز. ساندي ايه؟ باتشز. يبقى تحت المنظار لو جاي اخذ عينة قلنا ساندي باتشز. المنطقة دي كلها بينك. في المنطقة يعني بياخد ساندي باتشز حتى العينة. اوكي؟ يبقى دي بسميها ساندي باتشز. الموكوزا بتكون اتروفي فايبروتيك وجرانيولا. ها؟ نبقى شين جري واي فايبروتيك وايش؟ جرانيولا. يبقى دي بسميها يا شباب؟ بسميها ساندي باتشز. طيب. بظروف الثالث احيانا الجرانيولوماز بتكون كبير ويحصل بروليفريشن للإيبيثيليوم. يحصل بروليفريشن من الإيبيثيليوم. ده الكولونيك موكوزا اهي. كولونيك موكوزا. كريبت. ده نورمالي صح؟ ها؟ النورمال كولونيك موكوزا تمام؟ طيب انا قد في بيضه الان كده هنا بيضه وجرانيولوما بس اكثر. بيضات كبيره هيك بيضات بلابس كده. جرانيولوما يبدا يحصل بروليفريشن للموكوزا اهي. تبدا تكبر. كريبتس هذه كريبتس. كريبتس ما زالت موجوده مش مشكله. عندما نتيجة الجرانيولوماتس ريأكشن تبدأ سوبر بروليفريشن للموكوزا عشان يحتوي هذه الايش؟ ماشي يا شباب؟ فبدأت تعمل لك بولينج لحمية تدولة بولينج بسميها بالهارزيا بولينج. بالهارزيا ايه؟ بولينج. يبقى هيكون ناتروجين رقم ثلاثة بالهارزيا بولينج لحمية بولينج. البولب ده يا اما يكون سي سايل مالوش عنق مجرد رفع في الموكوزا او بدانكيوليتد له عنق دانكيوليتد او كومباوند. اوكي يبقى يا اما سي سايل يا اما بدانكيوليتد او كومباوند. ده الشكل حقه. From size few millimeters up to 5 centimeters. الدرجة صغيرة كده ها؟ يا up to كم يا شباب؟ يعني كانه غرام، كانه ايه؟ يعني ممكن تلقى كده. قولوا انت داخل في القولون تلقاه. بالارز يا بول.
وقال زود لك الأمعاء من كبره يعني قد زين حقها ها؟ ماشي يا شباب؟ أيوة في مرة عملوا عملية للطفل انسداد معوي سيدي قال في كتلة داخل الكولون قبل الكولون بالهرزية بالهرزية ايه؟ هذا لو كان أخذ لك بالهرزية حتى عملية استفدنا انه بيروح بعد ذلك بس بياخذ وقت اوكي طيب طبعا بالهرزية بوريت ايش بتعرف عنه؟ اشكاله يا اما سيسايل يا اما بدنكوليتد يا اما كومباو النظم السايز فيهم فيو مليمتر تو سيفيرال سنتيمتر اب تو 5 سنتيمتر اوكي يوجوالي مالتيبول يوجوالي مالتيبول يبقى لما تدخل المنظار تشوف اكثر من بوليت حط في قد يكون بالهرزه يا بوليت والهرزه ليه؟ نادر لما تلقى واحد لوحده كذا غالبا بيكون مالتيبول لدرجة انه يكونوا احيانا كثير لدرجة سدوا قولون من كثرتهم ما تقدرش تعدهم احيانا كثرتهم احيانا مخفف لك القولون كامل بولبس اوكي طبعا حقا بالهرس يا البولب دقيقة بس طيب بعدين هذا المنظار كل ما صغر حجم البولب لانه اساسا بيصيب الليفت كولون اكثر يبقى البولبس اكثر فين يا شباب؟ الليفت اوكي بالليفت يبقى قلنا يوجوالي مالتيبول يوجوالي ايه؟ مالتيبول البوليبس دي البوليبس دي احيانا بيحصل لها انسليشن احيانا بيحصل لها يا شباب؟ انسليشن لما يحصل لها انسليشن تبدا تنزف يبقى تقرح تبدا تنزف يبقى ممكن يحصل لها يا شباب؟ قلنا يوجوالي مالتيبول ممكن كومبليكيتد باي يا اما سيليشن تتقرح تبدا تنزل اهو البوليب اهو تتقرح الفرفور هنا تبدا ينزل تمام او يحصل له تورشن يبدا يشتكي المريض بالم شديد تورشن يعني انه البوليب يتعصر لما يتعصر يحصل له اسكيميك نيكروزيس الدم ما يوصلوش بالتالي بيشعر بألم شديد جدا. هيحصل له غرغر هنا ده يسقط ينزف بعده. اوكي؟ ممكن يحصل له يا شباب اسكيميك نيكروزيس. اسكيميك نيكروزيس. تمام؟ بليدنج. انتستاينال اوستراكشن. ممكن ايش يحصل؟ قفله. انتستاينال اوستراكشن. لكن بالهرس يا بوليكس نيفر تير مالينا ما بتحولش لسرطان ما بتحولش لايش؟ سرطان يبقى نيفر تير مالينا اوكي؟ يبقى نيفر تير مالينا ما بتحولش لايش يا شباب؟ اللي مالينا يبقى دي خصائص الكولونيك او البيهارزيا ايه؟ البيهارزيا بولس البيهارزيا بولس طبعا كومون في الانتستين كومون باثولوجي از بالهارزيا بوليبس بالهارزيا ليه؟ بوليبس طيب أربعة فيشرينج ألسر فيشرينج ألسر طبعا البيلارزيا بتعمل برضه تشققات القولون ساندي باتش دي منطقة خشنة قافحة مش مرنة زي الموكوزا ها دي الموكوزا الطبيعية كده ها؟ شوف الورقة تكون الحين خطر لو حطيت عليها شم تصبح قاسي. نفس الفكرة كأنك حطيت عليها شم. فالساندي باتشز دي، الساندي باتشز دي خشنة. فلما يجي وقت التبرز والانكباب يحصل لها كراكلينج. تشقق زي البيضة. بيحصل في شرنج ألسر، في شرنج إيه؟ في شرنج ألسر دي بتبدأ تنزف. بليدنج. يكون حتى على الفلور جرانيوليشن تشو جرانيوليشن ايه؟ والجرانيوليشن تشو ده مع اي رطه ينزل مع اي رطه ايش يا شباب؟ ينزل يبقى فيشر شكلها فيشر ها؟ الارسل وحقها الفلور هي بجرانيوليشن ايه؟ جرانيوليشن يعني ينزل طيب المهم خلاص
بليدنج اللي يحدث دائما يكون اخر البراز بالهرس كيرمينال كيرمينال بليدنج بالريكتم. يبقى بليدنج بالريكتم بيكون كيرمينال ليه؟ لانه الان الموكوزا دي اللي قامكم خشنه ومعبى فيسز يروح الحمام يروح الحمام يبدا يفتح هنا او يفتح ينزل البراز ما في اي مشكله. بعدين بيبدا عشان هو مصفي لما يبدا يبدا يشقر يبدا يحصل بليدنج حصل بليدنج ده تيرمينال بليدنج بتاع الهرسيش يا شباب تيرمينال نهايه البراز. طبعا لما يحصل بليدنج شقق ده البويضات هتخرج بكميات ايه؟ كبيره معايا الشوكه بقى الشوكه وتخرب بعدين ننزل لا جايب اي شوكه يا حبيبي شوكه تفرق معها 10 ار بي سيز 100 ار بي سيز مايكروسكوبك لكن ده دم ما يخرج ده ما عندناش فيه يا شباب ارسر فيه يا شباب ارسر قرحه سواء من بولب او من في شرنج ايه في شرنج ارسر في شرنج ايه ارسر خلاص حركه الدم زلك مستني التبرز الثاني الفايبرين غطي الكلوت اي كلوت عليه يجي يوم عاد التبرز الثاني يفك يجي قرر روح مره ثانيه نزيف ثانيه يبقى تيرمينال بليدنج تيرمينال ايه؟ تيرمينال بليدنج يبقى لما يشوف بليدنج جريد جروسري يبقى في معناته قد في انسريشن عارفين يا شباب؟ في انسريشن طب اما المخبري لما يجي ياخذ العينه ياخذ منطقه البلاد لانه دي بالنسبه انه يشوف بويضات كبيره فيه بل لما ياخذ العينه منين ياخذ ايه؟ من منطقه الدم والمخاخيط. احنا نسبه انه يشوف بالهرزية اوفر كبيره قوي. بالمره يلا نضحك شويه. ركب معي مخبري وبعدين طلبت لمريض تحليل البراز. ها؟ بعدين المخبري مش عارف يشجع كده وكتب انه في بالهرزية. يعني شاف بالهرزية اوفر اوكي سهل على فكره تشخصها بالبراز سهل جدا على فكره. الوراثه بالهرزيه الاخرى. فانا طبعا انا ما كنتش افكر بالهرزيه دي خالص وكاتب لي اوفر. قلت له شفت اوفر؟ قال لي ايوه. قلت له وريني اياه. انا طبعا عارف اللي عارف اللي هنا يعني وريني كده شفته. قال لي يلا. يدور يدور انا ما عندي اوفر. انا دور انا وين اوفر يعني؟ قال لي هرب. المهم فالبلاسيا الاوفر يعني بتشوفها فين؟ في البراز بسهوله من منطقه الدم ولا ايش؟ والمخ اوكي؟ طيب يبقى اذا الباثولوجي لما تشوف جرانيولوما حبايه كده هبط نقط زي حبه الدخن او ساندي باتشز مناطق او بتشوف بلاسيا البوليب ولا كومر في بلاسيا في الكرونيك بلاسيس او بتشوف في شرنج ايه؟ في شرنج عصبي. يبقى دي الكرونيك باثولوجي، الكرونيك ايه؟ يبقى تاخذ العينات من المناطق دي. تعالوا نشوف الكبد. لانه بعض البويضات هتمشي في طابع الكبد مع البورتال سيركيوليشن تمام؟ مختلف. مني؟ تيجي تشوفني اه؟ والله تاخذ البويضات مش هتجلس في الكولون وانما هتنشفط عن طريق البورتال بين لا فين؟ للليفر. في الليفر لا فين بتروح؟ للليفر ايه؟ للليفر لوبيول. ده البورتال موجود هنا في البورتال تراك عباره عن ارتري فين ضغط صح ولا صح؟ يعني تيجي مع التريتوري اوف فين؟ يا اما تنحشر داخله لما تنزل امبوليزم اوكي يا اما تنحشر داخله وبالتالي انفلاماتور الريكشن حواليه او انك تخترق الفين وتطلع على هنا دي البويضه اهي حصل حواليها جرانيولوما يبقى فين بشوف الجرانيولوما بتاع في البلارزيا في الليفر في البري بورتال اريا او في البري بورتال اريا في البورتال ايه؟ في البورتال اريا يبقى جرانيولوما انفلاماتوري سيلز تخيل بقى
كاميابويدات الكبير حصل هيباتو ايه؟ هيباتوميا. نتيجة الانفلاماتور ايه؟ هذا بروليفريتيف ريأكشن. بروليفريتيف ايه؟ يعني في بروليفريشن، في سيلز زيادة، فكبرت الكبد هيباتوميا. تمام؟ بعد كده بيحصل هيلينج باي فيبروزيس. هيلينج باي ايه؟ فيبروزيس. بعد ما تموت البويضة خلاص احصل فيبروزيس يشوف مكاني، او البويضة احصل لها تكلس. ديستروفيك كالسيفيكيشن. ديستروفيك ايه؟ يبقى بعد ما تموت البويضة كيف عارف ان البويضة ميتة او حية؟ لو متكلسة خلاص دي ماتت تكلست. حلو. طيب لو ما تكلستش؟ بشوف الميراسيديم اللي جواها. إذا في موجودة أنويا حق الميراسيديم جرانيولار ميراسيديم بعد الليفينج أوفر. لو ما عادفيش جرانيولار ميراسيديم عندك إلا الإكشن إذا بشوفها حمراء أو إكشن فقط لمكان البويضة. يبقى إذا كنت حكيت في الوصف هتشوف في الشريحة بويضات جواها جرانيولز جرانيولار ميراسيديم ده الليفينج. بعضها ما عادفيش الجرانيولار ميراسيديم داخل أحمر ميتة أو مجرد إكشن. فضاء كده اكشن شوفوا الدبل كنتور هتشوفوا النور او نقي كنسه زرقاء بتشوفها زرق ديستروفيك كلاسيفيكيشن. تمام؟ طبعا عموما لازم قرر انه ما فيش شفافه فين في البورتال يعني مع انفلاماتوري رياكشن بيحدث فايبروزيس هنا اوفا وهنا اوفا فبالتالي بيكبر المنطقه دي بتكون كبيره مليانه جرانيولومز مليانه جرانيولومز انفلاماتوري رياكشن والنتيجة ايش؟ تليف. خلاص اللي تحت اللي جرى حلقة فايبرس شو فايبرس شو. يبقى البيري بورتال اريا هي اللي كبيرة. البيري بورتال اريا كبيرة. لكن الليفر اركتكشن ما تأثرش. ما زال هي السنتر بي، ما زال بليتس كده، ما زال الاتجاه الدور الدموي كده، الباين اتجاهه كده. لذلك الناس اللي بيصابوا بالهازيا الكبد حقهم بيتأثر متأخر خالص. مش زي الفيروس. اوكي بالهازيا بتعمل بيري بورتال فايبروزيس يبقى في النص في الكبد في الليفر ايش الباثولوجي بيري بورتال فايبروزيس مش تليف كبد مش سيروزيس فايبروزيس بسميه بالهازيا بيري بورتال فايبروزيس بالهازيا بيري بورتال ايه فايبروزيس ها هتعرفون لما ناخذ السيروزيس. انا نعرف الفايبروزيس. اوكي؟ يبقى هنا في تليف وكبرت البورتال تراك. تمام؟ لكن الليفر اركتكشر ما تاثرتش. طيب. يبقى الليفر بيحصل بالهازيال بيري بورتال فايبروزيس. في معانا نوعين من البيري بورتال فايبروزيس يا اما حوالين البورتال الصغيره يا اما حوالين البورتال ايه؟ الكبيره. لو حوالين البورتال الكبيرة اللي بتبان بالموجات اللي بتبان هتشوف انه اصبحت فايبروتيك البورتال تريتوريس فايبروتيك بسميها ها باي ستيت ابييرنس باي ستيت فايبروزيس فايبروزيس او سايمرز فايبروزيس سايمرز سايمرز الخواتم اسمه سايمرز فايبروزيس إذا في البورتال الكبيرة في البورتال إيه؟ في البورتال الصغيرة بنشوف المنظر ده البورتال الصغيرة خلاصة الأمر بالهارزيان إيش بتعمل في الكبد؟ بالهارزيان بيري بورتال فايبروزيس بالهارزيان بيري بورتال فايبروزيس بيبدأ يخنق لك من؟ البورتال بين البورتال بين بيبدأ يتخنق فايبروزيس فايبروزيس فيتريق فأصبحت البورتال سيركيوليشن الآن صعب ما يدخلش الدم بسهولة بيعمل لك بورتال هايبرتنشن بورتال هايبرتنشن بهذا كله بيعمل ايش يا شباب؟ بورتال هايبر تنشن يرتفع ضغط الوريد ايش يا شباب؟ الباري نتيجة ضغط ارتفاع الوريد البابي بيبدا السبلينيك يفضي الدم في السبلينيك فين؟ فما بيقدرش يفضيه فيتحوش الدم فين؟ في الطحال فبيحصل هيباتوميجالي هيباتو ايه؟ اسبلينو ميجالي، اسبلينو ايه؟ ميجالي يبقى أول حاجة هيباتو ميجالي، نجد من الانفكشن لما يبدأ يحصل فايبروزيس، ارتفاع ضغط الوريد البابي، هيباتو اسبلينو ميجالي
الدينين يكبروا. لما الامور تزيد اكثر عن كده والفايبروزيس يزيد عن كده يبدا الفايبرس يشو يبدا يشد على الليفر كبسول ويبدا حجم الليفر يقل بدل ما كان كده يبدا يسمع كده الليفر سمول جرانولار سيرفيس وفير نتيجه الفايبرس او كبير يبقى شرانك الليفر شرانكل ليفر ايش اخبار الطحال الطحال يوجز بليدنا يوجز بليدنا يبدا يكبر الاسايتس الاسقاط لانه الكبد الوظيفه حقه لانه مع الوقت بيزيد يزيد صح انه يزيد كذا يزيد كذا مع الوقت يقل الليفر الليفر برينكيما يبقى ليت الليفر في الليل حصول عيش يا شباب ليت متأخر يبقى معك ثلاث مراحل يمر بها مريض الايه البلهارس يعني الكبد نمبر 1 هيباتوميجالي نمبر 2 هيباتو سبلينوميجالي بعد كده سبلينوميجالي وذ شرانكل ليفر اخر حاجه سبلينوميجالي شرانكل ليفر اسايتس هذه الاربع المراحل اللي بيمر بيا من مريض العيش يا شباب مريض البلهارسيا مريض العيش البلهارسيا طبعا نتيجه البورتال هايبرتنشن نتيجه البورتال هايبرتنشن هيبدا المريض يشتكي من بورتال هايبرتنشن ده البلهارسيا من الشيء يا شباب الكبد بيري بورتال ايه فايبروزيس اهو ميكانيزم الباثو فيسيولوجي باثو ايه باثو فيسيولوجي اول حاجه بالهارزيا جرانيولوما ثاني يا شباب في الليفر تمام بالهارزيا بيري بورتال فايبروزيس ايش النتيجه بورتال هايبر تنشن بورتال هايبر تنشن يعمل لك سبلينو ايه سبلينو ميجالي ضخم العيش ضخم الطحال طيب البورتال هايبرتنشن برضه هيعمل لك ايش؟ لانه برضه الدم اللي راجع من المعده واللور قصف الجهاز مش هيقدر الدنيا مقفوله فاكرين البورتال سيركولوجي كويس اللي هو الشورت جاستريك او الليفت جاستريك فين الليفت جاستريك فين هيصف البورتال يجي يرجع الدنيا زحمه السيارات زحمه ما يقدرش يعدي الطريق الرئيسي مقفول فيضطر يدور على ايه؟ على طريق ترابي فبيبدا يحصل كابيلاريز تنظر الى فينز فينيوز ضعيفه يبقى هنا المعده اهي ده الشورت جاستريك كان المفروض يصب البورتال ده البورتال اهو طريق مقفوله هنا مقفوله الطريق مش قادر يرجع تمام فيبدا يعمل ايش؟ يبدا يتكون شعيرات جديده وفينز جديده تربطه مع مين؟ ايوه لانه في الاستموزيس بين السيستميك سيركيوليشن والبورتال سيركيوليشن كابيلاري الاستموزيس كابيلاريز دي تبدا تتوسع الطرق دي تبدا تتوسع اهو فبيبدا تيمون كابيلاريز اللي يصبح البينيوز او بينز تبدا تظهر بالصب في الموكوزا اهي تبدا تعمل لك دلاديل كده دلدولات بسميها دوالي المني دوالي العيش المني ليش؟ لانه عشان يرجع للسيستميك ايه؟ سيركيوليشن اللي الازايس فينا ازايس اوكي؟ لانه معانا اللور اوسوفيكس ده المفروض ينشفط للليفر والميدل فير ها او الابر يروحوا للازايجس ايه؟ للازايجس سيستم. طيب الان مقفول اللور فير فيبدا يحصل ريفلكس للدم بس كابيلاريز كابيلاريز دي تحصل ادابتيشن تبدا تتوسع تحول لفينيوز او فينز فينز دي تبدا تظهر من تحت الموكوزا تعمل دمبل كده للاسوفيجيال فاريسز اسوفيجيال ايه؟ دوالي المريء طبعا رجوع الدم من البورتال الى السيستميك سيركيوليشن عن طريق الازايس دي بسميها بورتو سيستميك شنت بورتو سيستميك ايه؟ شنت يبقى النتيجه بورتو سيستميك شنت سيستميك شنت ايش نتيجه الشنت ده؟ بيحصل اسوفيجيال ايه؟ فاريسز اسوفيجيال فاريسز دوالي المريء
الثاني السيستميك اللي هو في الريكتوم. الريكتوم ايوه ده ايه الكلام وده الريكتوم. معك السوبيريور والميدل دول بوردر. معك الانفيريور والمورويدال فين؟ ده سيستميك. طبعا ان البوردر مقفوله الطريق فيبدا برضه نفس الفكره. يبدا يعمل لك هنا دوالي كده في الريكتوم بسميها هيمورويدز او بايلز بواسير. هيمورويدز انترنال هيمورويدز انترنال هيمورويدز او سمي بايلز بواسير. اوكي يبقى ده نتيجه ايش البورتو سيستميك ايه شنط. دول الطرق الطريقين اللي بيحصلهم شنط. طبعا ما تقدرش يو اي دي ما فيش شنط كله داخل البريتو لازم يرجع لي فين لازم يرجع للبورتو ما فيش سيستميك. اوكي طيب باقي كمان منطقه ثالثه للشنط. منطقه ثالثه للشنط تمام اللي هم فين يا شباب؟ حول الامبلايكس. ايوه بيري امبلايكر. بيري امبلايكر او حوالين الامبلايكس. حوالين الامبلايكس طبعا لما يكون ذا مقفول في نبين كان زمان مهم جدا واحنا اطفال لما هو مش مهم هيبدا يفتح تاني يكبر. اللي ماشي في الليجامنت ابتيريز اللي امبلايكر فين كان زمان ها؟ كان ده مهم جدا كان زمان. اصبح هيفتح تاني هيتمدد كده هيبدا الدم بدل ما كان ماشي ناحيه الكبد لا اصبح عكس هيبدا يحصل له انبورجمنت حوالين يبدا كبد لازم حوالين امبلايكاس يتوسع كده تبان بسميها كبد ميدوزا. كبد ميدوزا شعر الجنيه ها كبد ميدوزا تمام. يبقى حواليه السره هيبداوا يظهروا كده تمام. دول المفروض كان يمشي في اتجاه الكبد انا اصبح عكس ليش يدور له طريق اخر شنط اللي يسيرنا الممل عشان يروح السبكليفيا يرجع الدم السبكليفيا وهنا الهايبوغاستريك فينز ده الشنط عن طريق الابدومينال وول دي بسميها كابوت ميدوزا. كابوت ايه؟ كابوت ميدوزا. ده دي كلها مشاكل اللي بينا يا شباب البورتو سيستميك شنط. بورتو سيستميك ايه؟ شنط. المسكين ده التخين ده السبلين ده هيبدا يحوش الدم ويبدا يكبر 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 في نهايه المراحل يصبح هيوج سبلين. هيوج ايه؟ سبلين. يبقى من الامراض اللي بتعمل هيوج سبلين بالهرسنس. لانه معانا خمسه او سته امراض اللي بتعمل هيوج سبلين. من ضمنها ايش يا شباب؟ السوميازيس. اوكي؟ طيب لما يتضخم الطحال ويتحوش الدم بيبدا الطحال احيانا يصنف الدم الكتير ده لازم يتخلص منه فيصبح شرك فيبدا يكون لك الار بي سيز يعمل لك انيميا يبدا يكسر لك البليتلتس يعمل لك ثرومبوسيتوبينيا يبدا يكسر لك الوايت بلاد سيلز يعمل لك لوكوبينيا احيانا كسروا الثلاثه احيانا اثنين بس يبقى هايبر سبلينيزم. هايبر ايه؟ يبقى ده ممكن يحصل معاه ايش يا شباب؟ هايبر سبلينيزم. وبعدها يبقى هو عايز يضخم الطحال مكروفاش كثر دم مش قادر يتحرك فيبدا ايش يكسر لك الايش؟ الاليمنتس اوف بلاد يبقى ديستراكشن اوف بلاد اليمنتس بسميها هايبر ايه؟ سبلينيزم. هايبر زياده سبلينيزم زياده الفانكشن بتاع الطحال. ايش الفانكشن بتاع الطحال؟ يبقى مش شرط تكون في الهايبر سبلينيزم من الطحال متضخم احيانا يكون عنده هايبر سبلينيزم والطحال ماله مش متضخم لكن في الناس دول لان الطحال تضخم فحصل سكندري هايبر سبلينيزم. اوكي يا شباب يبقى دي مشاكل البورتال هايبرتنشن. اخر مشكله للبورتال هايبرتنشن انه يصبح مين مين انا اعمل ايه كده شوك ريح نفسك دي اللي من ما بقيش من اللي ما بقيش. طيب بورتال هايبرتنشن الان باقي معانا اذا عقل جهاز الهضمي الدم مش قادر يرجع يبقى في كونجيشن في الجي اي دي على مستوى المعده والامعاء كونجيشن بيسموه كونجيستيف ها ايش انتيروباثي وكونجيستيف جاستروباثي
يبقى جي اي تي كونجيشن. جي اي تي كونجيشن. يبقى مدام في كونجيشن احتقان في الجي اي تي يبقى ايش رايكم في الموكوزا؟ اسكيميك ولا الترويه زي الفل؟ الترويه الدمويه زي الفل ولا تعبانه؟ تعبانه صح ولا مش صح؟ يبقى اسكيميا يبقى عرضه انه يحصل له ألسريشن بالتكاسل لانه اسكيميك موكوزا ان هيلثي موكوزا. وايش كمان؟ يتعب لما ياكل. انت تاكل ستيلن طب لو عندك زي الزفت بيتعب. يريد ياكل لقمه اللقمه ما كانت ما تتحركش مش قادر اشوف انه زي قلعه ما ايوه انت زي الزفت الهضم زي الزفت ما ياكلوش ما عرفش نفسي ياكلوه ها؟ يبقى دي انت يا شباب الكونجيشن اوف جي اي تي كونجيشن اوف ايش يا شباب؟ اوف جي اي تي. يبقى دي كلها مشاكل البلاريسيزيس على مستوى الجي اي تي. مسح السبوره عشان نخلص اخر لقطه. الان البلاريسيا بتاع الجهاز البولي خلص منها لقطه واحده بس. طبعا دي 90% من اصابات الجهاز البولي بالسوما ايه؟ هيماتوبيا. 10% منسوران. سايت باثولوجي. على طول مش على باثولوجي. باثولوجي. سايت. اشهر مكان بينصاب في الجهاز البولي تمام؟ لوترايبول اوف يورينري بلاد. ده الترايبول اهو. اسمونا دلوقتي ترايبون المثلث ها؟ اهو ده من الحاله الثانيه. واحد اثنين ثلاثه تمام. يبقى سايت يوريناري بلادر لو قلت لك قارن بين اصابه الكدني في اليوريناري في الجهاز البولي واصابه التي بي. بس سايت رقم واحد يا شباب يبقى فين اذا هناك تي بي كان يصيب؟ الكلية لكن هنا من يصاب هنا؟ يورين بلادر. يبقى يورين بلادر فين بالضبط؟ في الترايبون مثلث في الترايبون يعني منطقه حلوه اهي. بعده اللور يوريتر اللور تير يوريتر الثلث الاخير ده من اليوريتر ده بعده. بعده الكدني. كدني يعني البلفس الرينا البلفس عكسنا اوكي. ده دي مسكان اصابه الايه؟ البلهارسيا. طيب هتعمل ايه بقى البلهارسيا؟ نمبر 1 بلهارسيا الجرانيولوما. بلهارسيا يا شباب؟ جرانيولوما. ممكن يكسرين كده يصبحين ساندي باتشز. اثنين ساندي باتشز. خلوا بالكم الساندي باتشز في اليورينري بلادر احسن من الكولون. هم ليش الكولون اكثر حاجه فيهم؟ بوليت بوليت ذا كومونست وفولجي بوليت ذا كولون. هم هنا مين؟ ساندي باتشز. ثلاثه في شرينج ارسر في شرينج ارسر ده يبدا مع البول شرح. يبقى تيرمينال هيماتوريا. تيرمينال هيماتوريا. تيرمينال هيماتوريا نفس الفكره. البول تروح الحمام انت تفك من نفسه بالجرافيتي تيجي لغيت ها اوكي. يبقى تيرمينال هيماتوريا. تيرمينال ايه؟ تيرمينال هيماتوريا. اربع بوليبس رير نادر البوليبس في البلارسي في اليورين بلارسيز. بس انا اللي شفته ده كان بولي في البلارسي في نصحه رغم انه نادر زي ما تشوفون انتم بالشركه بالامان يا ابو الله دي ده ها اوكي. ده بلارسي بولي بلارسي ليه بولي خمسه بيبدا يحصل في اليورين بلادر بعض التشين بس هي مايكروسكوبيك كده يا شباب. وبرضه بتبان مايكروسكوب ماكروسكوبي ايش ماكروسكوبي بالمنظار انت داخل المنظار انت دكتور لازم عارف الحاجات دي. خد العينه منين؟ بس هذا باتشز
لو رغي في البلد يبقى من البلد. ها ماشي. احيانا في المنظار هتلقى مناطق طبعا البلادر موكوزا بينك زي دي، احيانا بتبقى زي الجلد اصبحت وايت بدل ما هي بينك حمراء كده تبقى مناطق وايت، يسمها ليوكو بليكيا. ليوكو ايه؟ بليكيا. لما تشوف ليوكو بليكيا، ليوكو بليكيا. او احيانا اللي ما عندهم بالهاسيا في اليورين لدر انت داخل بالمنظار تفاجئ انه في ناس كانسر، كارسينوما، كارسينوما. بعد على مستوى يا شباب على مستوى البروس، على مستوى الايه؟ البروس. فانت داخل بالمنظار يا اما تشوف جرانيولوما اذا زي حبه الدخ، او بتشوف قيسانتي باشز او ارسل او بولين، او ماس او ليوكوبليكيا. ليوكوبليكيا نصبح وايت موكوزا وايت، كانك بتشوف بان بان. ها عينيك محمره كده ورطي بقى قويه قاسيه وبيضاء، سماها ليوكو ايه؟ بليكيا. طبعا دي تعتبر بريكانسرس ليجن. بريكانسرس ايه؟ ليجن دي سرطان. يبقى اليورينا بالهالسيزيس از بريكانسرس. يبقى بالهالسيا في المثانه تؤدي الى السرطان، غير الكولون ليبر تعمل، لكن في المثانه بري كانسرس. بري ايه؟ بري كانسرس. تمام. طيب ميكروسكوبيك يا اما هتشوف بالهرزيا الجرانيولوما، وهذا لازم تشوفها في كل الليجن غير اللي ماشي بالهرزيا اللي هي عباره عن بويضه والتيرمينال سباين وحواليها ابيثيليول سيلز وجاينت سيلز سواء فورين بادي جاينت سيلز. احيانا بتشوف الجاينت سيلز تحاول انها تعمل بويضه، وتشوف الليمفوسايتس بلازما سيلز وايزينوفيلز، بعد كده فايبروبلاست دي بالهرزيا الجرانيولوما. اوكي. اثنين ممكن تشوف حاجه يسمونها ايبيثيليال تشينجز. ايبيثيليال تشينجز ايش هما؟ طبعا اللايننج اوف يوريك بلادر از يوروثيليوم او ترانزيشنال ايبيثيليوم. ترانزيشنال ايه؟ ايبيثيليوم. احيانا بتشوف هايبر بليزيا ترانزيشنال ايبيثيليوم تقول ايبيثيليال هاي يوروثيليوم. يوروثيليوم هايبر بليزيا يعني ايه؟ زادت عدد الطبقات عن ثمانيه هايبربليزيا. او في ابنورمال سيلز شويه كده بسميها ديسبليزيا يوروثيليا ديسبليزيا. تمام. او بشوف حاجه يسمونها برانز نيست. برانز نيست يعني ايه برانز نيست؟ انتم عارفين انه اليوروثيليا هم احيانا بينزلوا كده لما النيست بس يا بنتي هنا يمشي انا زي اليوتيوب انا شي اشتري من اليوتيوب مباشره الهواء وين الناس. تمام. ده اليوروثيليوم فينا الامبيلي لاسنس اللي الطبقه الاخيره هي ده اليوروثيليوم. احيانا بيحصل له ايبني للكوريا او لللامينا بروبريا اهو يعمل لك عش من اليوروثيليوم بسميه برانز ده اسم حواجه برانز نيست. هتشوفوا على فكره بالشريحه مليان نيست برانز نيست. البرانز نيست دي لما بشوفها كثير معناته في كرونيك بلادر اريتيشن. كرونيك بلادر ايه؟ اشهر سبب للبلادر اريتيشن بيعمل برانز نيست اللي هو بلازيزيس. اللي هو يا شباب؟ بلازيزيس. تمام. طيب على أربعة ممكن تشوف بعد ما نزل كده برانز نيست اهو، بعد ما نزل كده اهو بدأ يتكون سيرس فلويد. السيرس فلويد ده بدأ يضغط على الخلايا دي واصبحت مشدودة ما عندهاش طبقات كثيرة. بدك فقاعة كأنه فقاعة مليانة سيرس فلويد. احيانا في بعض دي بتطلع من كبرك عند تطلع البر كده كانه زي اللي واحد حرق لما تخبي من ضغط كانه البر كانه في احراق مقنقن. دي بسميها سيستايتس سيستيكا.
سيستايتس يعني جاء في المثانة وعمل سيست. سيستايتس سيستيكا. سيستايتس شباب؟ سيستيكا. دي ماني نوت بري كانسرس. نوت بري ايه؟ كانسرس. لكنها محرقة لما تدخل كده تشوف كده جناجر كده. فبتاخد انت منها ايه؟ بايوبسي. احنا بنشوف هنا البلازل جرانيولوما جنبها. تقول ها اذا السبب اللي سبب البلاد انفكشن بالهرسيه موجوده. لكن قد يكون سبب حاجه ثانيه غير البلازيه، لكن اكثر حاجه مع مين؟ مع البلازيه. من ضمن الابيثيليال تشينجز اللي ممكن اشوفها في اليوروثيليوم نفس الفكره اهو. ده اليوروثيليوم. انه يحصل 100 تبليزيا لليوروثيليال سيلز دي، صلاح يا شباب؟ 100 تبليزيا بتتحول الى ميوكاس سكريتنج ابيثيليوم زي بتاع الكولون. كانها جلاند، كانها يا شباب؟ جلاند اهو، اسمها جلاند دي. بسميها سيستايتس جلانديولاريز. سيستايتس جلانديولاري. This is very cancerous region. هتحول لأدينوكارسينوما. تحول لإيه يا شباب؟ أدينوكارسينوما. ماشي؟ يبقى برازيلس ما فيش منه غوف، سيستايتس ما فيش منها غوف، سيستايتس جلانديولاريز دي بري كانسر فور أدينوكارسينوما أوف ذا بلادر. أوكي يا شباب؟ سيستايتس جلانديولاريز. ستة؟ ستة؟ ممكن اليوروثيليوم ده بدل ما هو ترانزيشنال ابيثيليوم يتحول لسكويماس ابيثيليوم. لسكويماس ايش؟ وفي كيراتينا. كيراتينا. سكويماس ابيثيليوم. بسمي الحركه دي سكويماس ميتابليزيا. سكويماس ميتابليزيا. سكويماس ميتابليزيا. لما يبدا يعمل فيه كيراتين بسميها ليوكوبليكيا. اند ليوكو ايه؟ ليوكو بليكيا اللي بتبان جروسلي تحت الايه؟ مايكروسكوب. ليوكو بليكيا. اوكي يا شباب؟ يبقى دي من طبعا سكويماس ميتابليزيا والليوكو بليكيا بيتحولوا في المستقبل الى سكويماس سيل كارسينوما، يبقى بري كانسرس. بري ايه؟ يبقى دي هتتحول لادينو كارسينوما. دي هتتحول لايش يا شباب؟ ايوه دي هتتحول لادينو. ايوه ادينو كارسينوما. ودي سكويماس سيل كارسينوما. يبقى دول بري كانسرس ليجنز في البلاد. اخر حاجه تحت الميكروسكوب ممكن اشوفها في واحد عنده بنيرسيزس رقم سبعه تحت الميكروسكوب ممكن اشوف السرطان نفسه. هل في سرطان فعلا اللي هي اما سكويماس سيل كارسينوما وهي الاشهر في حاله البلازيا. سكويماس سيل كارسينوما دي حقها بريكيرزا سكويماس بريكيرزا وبريكيرزا او انه انا بشوف ايش يا شباب؟ او بشوف ادينو كارسينوما اللي حقها بالكيسات يا شباب سايتس جلانديولاريس. اوكي يا شباب؟ يبقى دي التغيرات اللي بتحدثها بالهرسيا في اليورينري سيستم. طبعا في اذر كومبليكيشنز زي يوريتري كونستراكشن. تمام؟ خلي بالكم بس سايتس سيستيكا دي لو في اليوريتر بسميها يوريترايتس سيستيكا. لو سيستيتس جلانديولاريس في اليوريتر بسميها يوريترايتس جلانديولاريس. ماشي يا شباب؟ اوكي عشان بس تفهموا. البلازيا طبعا من اشهر الاسباب اللي بتعمل لك يوريتري كونستراكشن باي لاترالي من جهتين. فبالتالي بتعمل لك هيدرو يوريتر انتفخ اليوريتر وهيدرو نيفروزيس ورينال فيلر. رينال ايه؟ رينال فيلر. يبقى دي المشاكل بتاع اليوريتري بلازيا. ثانك يو فيري ماتش والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.